FM. الكلمة ليك. إيديتو. إيديتو. صباح الخير، صباح الأمل للناس كل. اليوم عنوان الافتتاحية: زواج المتعة لا يحتاج للطلاق. تو بعد نقولوا علاش. بارحة كنت ناوي نجبد على حدث إقليمي ودولي ظهر لي مهم، وهو المتمثل في تحرير مدينة تل عفر شمال الموصل في أقل من أسبوع، وعملية الإطباق على الدواعش في هذا الجيب من محافظة نينوى العراقية، لا سيما أن الحدث ترافق مع انهيار الدواعش واستسلامهم في جرود عرسال اللبنانية وسلسلة جبال القلمون السورية المحاذية لشرق لبنان على امتداد 200 كيلومتر في وقت قياسي من شمال دمشق حتى راس بعلبك ومدينة طرابلس. قتل من قتل وهرب من هرب واستسلم من استسلم، ليتجمع من بقوا في الرقة وإدلب السوريتين في انتظار برنامج حسم جديد خاطف يخوضه الجيشان السوري والعراقي وحلفاؤهما من قوى المقاومة. كنت ناوي النفاذ إلى معاني هذه الانتصارات المؤزرة ضد التكفير والإرهاب وقطع الرؤوس، حتى استفزني أكثر من حدث وطني جعلني أعود إلى تونس. روحت لتونس للحديث عما عرف بعلاقة الشيخين، نعم، والتي شهدت هالأيام هذه إيقاع جديد في الذكرى الرابعة لقيامها، أي من 15 أوت 2013 إلى 13 أوت 2017 في اللقاء التاريخي الأول في باريس. يطرح اليوم في أسئلة: هل انتهى شهر العسل؟ أم أن الزواج كان زواج متعة أصلا بما يجعله محدد المدة؟ وأجدني مضطر هنا للتعريف بزواج المتعة، فهو اختراع يخص المذهب الشيعي، كان يراد منه تحصين طلبة العلم الديني الذين ينتقلون بين بلاد فارس والهند والرافدين للإقامة في الحوزات بضع سنوات، 4 سنين كما للحصول على شهادة في العلم الديني، فيعقدون لهم زيجات تنتهي بانتهاء الدراسة وتذهب بانتهاء الموجب، وبالتالي ما يحتاجوش باش يعملوا قضية طلاق في الزواج هذا. 4 سنين 4 سنين، 5 سنين 5 سنين، 3 سنين 3 سنين، حسب ما ينتظره الطالب في دراسته. ولما كان هذا الزواج تام الشروط، فيه المهر وفيه الإجابة والقبول وفيه الرضا وفيه الإشهار، فإن تحديده بمدة أخرجه من دائرة الزواج الباطل عند علماء السنة، له صحيح وله باطل. واقتصر علماء السنة على اعتباره زواجا فاسدا يدخل في دائرة المكروه وليس الحرام، مما يجيز القياس هنا. أنا هنا نعمل في القياس، ما دام حكم القياسي كونه حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما، أو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. خلينا نخرج من هالحكاية اللي من الناس ما ينجموش كلهم يفهموها. راج مؤخرا خبر غير مؤكد، هو الواحد البارح، أن الشيخ راشد الغنوشي دعا في إحدى اللقاءات الحزبية إلى إعادة قانون الأوقاف أو الأحباس اللي أعد وزيره للشؤون الدينية نور الدين الخادمي، اللي خرج مؤخرا قال راو زواج التونسية كما قال رئيس الجمهورية بغير أنا غير التونسي، ينجم يكون من ديانة أخرى، هو زنا زنا، والزنا نعرفوه في عام عامين حبس. نعم، الأحباس التي حلها بورقيبة في جويلية 1957 والتي اعتبرت تكريسا لنمط إنتاج إقطاعي متخلف لم يخدم سوى الاستعمار الفرنسي، وهذا بالدليل القطعي، فإن صح ذلك، لأنه الخبر فمشكون قال لا لعل أنا مش صحيح، فإن صح ذلك لماذا لا يكون هذا ردا على مبادرة تعديل قانون المواريث بخصوص المساواة
وزواج المسلمة من الأجنبي، التونسية من الأجنبي، هنا تحطينا في واحدة بواحدة. ثم أنه بفارق أسبوعين فقط ظهر رشد الغنوشي مصور مع مريول النادي الأولمبي للنقل مكتوب عليه رقم 12 ولونه أزرق، وقبلها هي صورة رئيس الجمهورية مع مريول الترجي الرياضي التونسي المكتوب عليه 2019، وفي ذلك رسالة واضحة اعتقادي، وهذا من حقي أنا باش لاناليز دو ديسكور مهمة تحليل الخطاب، بينما عرف بفريق الدولة والبرجوازية اللي هي الترجي الرياضي التونسي العتيد وفريق الملاسين في الحي الشعبي، تاخذ الترجي ناخذ الملاسين. أما إذا أضفنا لهذه المناوشات الموقف من الانتخابات البلدية والتحوير الوزاري، فإننا نجد أنفسنا أمام قصف متبادل بين القاطع الشمالي الشرقي ومحور مونبليزير. وقد عبر عن هذا التوتر الحاد أحد أهم الصحفيين المختصين في الجماعات الإسلامية والتاريخ الإسلامي زياد كريشان في مقال نهار الجمعة الماضي، أضاء فيه مساحة واسعة من العلاقة الحالية بين الشيخين ومستقبلها في المدى المنظور، قائلا أن حركة النهضة كشرت عن أنيابها في وجه القصبة وقرطاش، وأعلنت الخروج عن بيت الطاعة الرئاسي لمنع أو تعطيل كل ما لا يتناسب مع توجهاتها التي ترمي إلى التمكن الفعلي من الحكم، سواء بالسيطرة على مقاليده في الانتخابات البلدية المحلية أو بالحصول على حق راشد الغنوشي في الانتخابات الرئاسية 2019-2024. فحركة النهضة التي رضيت بوزير واحد في حكومة الحبيب الصيد وتساوقت مع كل خيارات الرئيس الحليف وغضت الطرف عن الخيارات التي لا تتطابق مع قناعات قواعد، وقامت بعمليات تجميل عديدة من المساحيق إلى ربطة العنق إلى البوتوكس السياسي في فصل الدعوي عن السياسي، ورفض كونها فرعا للإخوان المسلمين ووجدي غنيم، ورفض كونها إسلام سياسي. أعلنت النفيرة اليوم بعد أن فككت شفرات خطاب أوت 2017 الذي تضمن فيما تضمنه جملة تقول الندم على مضمون اللقاء مع أوباما وانحياز الرئيس للحداثة الحقيقية واعتبار وزارة الداخلية تابعة لملاك الحكومة دون الالتفات إلى فوبيا الأمن مش مضمون والجيش مش مضمون والإعلام مازال ماهوش معانا. قد أكون مبالغا في تشخيص العلاقة، لكن الحقيقة أن النهضة لن تقبل دور العشيقة والبقاء في الظل، فالشيخ راشد الغنوشي مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وقد بات يمسك بخيوط اللعبة في أكثر من مكان بعد أن ضرب الجهاز المناعي لرئيس حزب نداء تونس قبل أن يكون رئيس الجمهورية، والباقي ستكشفه الأسابيع والأشهر القادمة مع أمنية واحدة أن لا تكون تونس هي الخاسر الوحيد في زواج المتعة المنحل. إيديتو. كابافان الكلمة ليك.